أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في مختلف مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وخلال يوم غد بحول الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حتى يكون طقس غائم جزئي مع 19 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تتأثر بحالة من عدم استقرار الجو وتعطل زخات رعدية من الأمطار في عموم تلك المناطق. 21-14 درجة مئوية متوقعة في سكاكا مع فرصة زخات من الأمطار، وأيضا طقس مغبر نفس الشيء في تبوك 22-12. ننتقل الآن إلى المنطقة الغربية، نبدأ بمدينة جدة تشهد أجواء مستقرة بشكل عام 32-18 درجة مئوية كحرارات يوم غد. أما مكة المكرمة طقس صافي 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، 19 درجة مئوية كحرارة دنيا. بالانتقال الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، نبدأ بمدينة أبها حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يكون طقس غائم بشكل عام، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 23-17 درجة مئوية. أما بالنسبة لمنطقة جازان فهناك غيوم متفرغة متوقعة مع 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، 29 درجة مئوية كحرارة دنيا. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، نبدأ بالدمام حيث يسود طقس صافي يوم غد مع 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، ليلا تنخفض إلى 22 درجة مئوية مع تجدد لفرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات الليل. بالنسبة لحفر الباطن يكون الطقس بشكل عام غير مستقر، فرصة لزخات من الأمطار خلال ساعات النهار، أيضا خلال ساعات الليل تستمر فرص الأمطار 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، 20 درجة مئوية كحرارة دنيا. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار، 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، 17 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما حائل أيضا هناك زخات من الأمطار وطقس مغبر، 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.